طالي هو الإسباني رقم 23، ولكنه الإسباني الأول الذي يلعب لنادي جنوة. ولاحظ أن فيورنتينا في هذه اللحظات استعراض جميل بالكرة هناك، أفضل يوفيتيتش، أفضل أخطار فيها بلنتي، نعم فيها ضرب جزاء سليمة، وصلت الكرة حيث يجب أن تصل فيما يتعلق بمحبي الفيولا، وقد وصلت الكرة في المكان الذي لا يجب أن تصل إليه فيما يتعلق بأنصار فريق نادي جنوة، لكنها وصلت هنا للخطير جدا إلى باجو الجديد، وبالتالي ضرب الجزاء مين يتقدم لها؟ مين هو اللي يحطها؟ الحديث عن من؟ الحديث شايف في ضرابة، في هوشة على ضربة الجزاء، ثلاثة يتعازمون، كل واحد يبغى يسدد، كل واحد يقول أنا، عطوها باجو، حتى المدرب احتار وياهم، شايف؟ إيه عنده حق، زعلان، الثلاثة يبغون يشوتون، باجو الجديد يبغى يشوت، ألبرتو جيلاردينو زعلان، وده يسجل هدف رقم 14، وبالتالي في النهاية المدرب أصر.